القوة 3 عابدين والقوة 5 قصر النيل حول. تقاطع قصر النيل وعدلي باشا حول. بيجري من ايه ده؟ لازم مراته تطبخ في بيت الطاعة. يا ناس خلصوني انا فرضكم. ايه الحكايه يا حضرتك؟ طالع تجري ليه؟ حد عايز يضربك؟ يا ريت. حد عايز يقتلك؟ يا ريت. امال كنت طالع تجري ليه؟ مش عايز اتجوز. بلاش فضايح. انا مجنون يا وليه؟ لا لا لا، مستحيل اتجوز فريد ابن عمي، ما بحبوش ما بقبلوش. يا ياسمين عيب ما تقوليش كده. البنت من دول تبقى فرحانه ليله عدلها، وانت يا شر يا برد نازله اصوات وعياط زي اللي واخدينك على مشنقه. طب ظهر ما كتبوا كتابي على امك، لا اتكلمت ولا اتحدثت ولا اتحركت حتى. ليه؟ بنجوني. بنيد الادب والحياة والفكر، مش البنج بتاع الدكاتره. مسكوت. ماشي شرمات انت وهو. اسكت، اضرب حزيني من فضلك. تعال. تعال هنا كفرت سيئاتي. عن اذنكم يا حضرة الضابط، ارجوك خدني معك. اخدك فين؟ على السجن. احبسني. انت عاوز تحبسني؟ شيء غريب. عشان تخلص من الجواز؟ انت مجنون يا حضرة الضابط. مجنون رسمي. مجنون مجنون. انا مجنون. سامع يا حضرة الضابط، انا مجنون رسمي. خدني بقى مستشفى المجانين. هوديك مستشفى المجانين بس بعد تتجوز. تعالى هنا. مشكيل هيجوزوه في عز شبابه. حرام عليكم، اتجوزوا ليه غصب عني. انا ما بحبش فريد، ما بقدرش ابص في وشه. بسيطه، بصي في قفاه. لو ما جوزتيش فريد ابن عمك زي جدك ما كتب في الوصيه، هتضيعي علينا 100,000 جنيه. من السعادة والهنا والعداوة اللي بين عمك وابوكي مش هتنتهي. مفضوض طول عمري عايش في الديون. يخلصك تفرقي بين اخ واخو. انا هضحي بنفسي علشان يا حلاوتك يا حلاوتك. قومي يا ابني تاكلي يا حلاوتك. قومي يا ابني تاكلي. ما تسمعيش فينا على وين. خشي كتكوت، خشي عصفور. ايه حلاوتكم اللي لطفتكم لجمالكم؟ Thank you.
مرتب. فك الحديد الايد ومش عارف يتحرك مسكين. حاضر. خدي معاك يا شاوش والنبي. ثابت. طب احكي لك. ما بحبهاش يا بابا. اشكت يا اختي. العساكر هنا بيعملوا ايه؟ ليلتك سودة. ليلتك مهذبة. باي يا ساتر. روحك من كل قلبي. مطلعب زي العمى. يا بالك هياكلوا بعض من كتر الحب. يختي صلاة النبي أحسن عليهم الاثنين زي القمر. يا حلاوتهم. عايزك في كلمة يا صابر. مفيش مال. الله الله عليه. العيال نيلناهم وجوزناهم حسب الشرط اللي جه في الوصيه اللي كتبها المرحوم ابونا. ايوه لو كان حكم علينا بالاعدام كان اهون من النسب المهبب ده. صح بقى نتكلم عن تقسيم التركه. مفيش مانع بس يكون في علمك العزبه البحريه لازم تكون من نصيبي انا. يا اخي ده بعده تيجي على الجرح الحي وتحط صباعك. جرح حي جرح ميت انا مش ممكن اتنازل ابدا عن العزبه البحريه. ده بعيد عن شانك. ادي احنا لسه على البر. قبل كتب الكتاب اخد البنت واسافر على البلد. في 60 داهيه. خلي التركه تروح الاغراض. خليه. اللهم الهمني الصبر والسلوان ونعقد هذا العقد حالا بالا. انما على شرط. شرط ايه بقى؟ السراير القبه دي اللي انت قاعد فيها متمتع تكون من نصيبي انا. يا اخي نصبوا لك مشنقه وتكون ب 44 حبه. بلاش خلي التركه تروح للاغراض. خليها تروح للاغراض. خليها. وانا استنى. تروح للاغراض ازاي؟ واحنا مش اولى ببالنا؟ عشان الناس يضحكوا علينا. دول مصيبه اخوات. والمثل بيقول الظفر ما يطلعش من اللح. خش يا ظفر. تحطك يا لح. قول مزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمع ووفق والله وسادة اللي قالوا. قول مزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمع ووفق والله وسادة اللي قالوا. عين الحسود بها عود يا حلاوة عارف أمان جايبين عوالم كان حقهم يجيبوا دبابات. وين الشباب كان حقهم يفرقوا قهوه ساده. ساتر مش قادره اشوف وشك. مش قادره ابص في خلقتك. باي يا باي يا باي يا ناري يا ناري. ايه يا جماعه مش ناويين نعقد العقد ولا ننتهي؟ ايوه اظن هتيجي. اعتقد اتصور انا خايف. سلام قولا من رب الرحيم. خلاص يا بنوم يا ساتر يا رب. النصران النصران القهور يا ماما. ايه مالك انت كمان؟ النصران الاطرش جنينه. اعطاني الله يا دكتور. دكتور يا دكتور يا دكتور ساهر هنا يا بابا. ساهر ايه؟ طلعت الطبيبه. يحصل ايه؟ ارجع انا بقول حاجه. وقف الشربات يا جدع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أكلما حضرت لكتب كتاب العروس تصاب بهذا الداء الأعور المنحوس؟ إحنا آسفين جدا يا أستاذ ده قضى وقدر. أي نعم ولكن هذه ثالث مرة تصاب بأزمة النصران وليس في الإمكان ألعن مما كان. هنعمل إيه بقى يا أستاذ؟ اسمتنا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة أفضل لوحدي شوية يا ماما. على عيني يا روح ماما. اتفضلي يا أختي انتبهي عايزة أستريح شوية. معلش. لا حول الله يا ربي لا حول الله.
وقولي لي هي زيها دلوقتي؟ لازم تروح المستشفى تعمل أشعة. مسكينة. ربنا معاها. يلا يا بهيجة يلا نسيبها لوحدها. يا قلبي خرجوا كلهم يا ماما. خربوا يا رحمة. الحمد لله. الله الرحمن الرحيم. يا بنت الدكتور بيقول لك دكتور ايه وبتاع ايه؟ انا اقول عندي مفرد اعور ولا حاجه. يا بنت الارندلي كده كده بقى كل مره كنت بتضحكي علينا. اعمل ايه يا ماما؟ اول ما لقيت المأذون داخل والحكايه بقت جد ما جدش. هو ايه جواز بيع وشروه؟ الجواز اساسه الحب. حب ببرص وعشا حر. انت هتلاقي عريس احسن من فريد. لا ايه مين بقى؟ سمسم. سمسم اخي على ذوقك يا النقاشه في البسلوه. المهم مش الشكل يا ماما، المهم انسجام القلبين. كلام فارغ، المهم الموني. ده المثل بيقول ما حد بيكرهك هي اللي جابك فاضي. لكن ستك هيبقى غني، ده عنده ارض هيطلع منها جاز. بيقابليني لو طلع منها شوربة عدس. مفيش غير فريد وبس. فريد ليس الا. لا ايوه. لا ايوه. لا ايوه. هي لسه يا اختي بتتألم؟ لسه يا حبيبتي. دي هتضحي في قلبنا معاها. احسن حاجه نوديها على المستشفى. ايوه احسن حاجه نوديها المستشفى. اسمع الله روحوك غنايه يا ابني. حد خبر حاله للسواق طالعه العربيه من الجراج. يلا بينا. مسكينه خالص. يلا بينا. قوي قوي. هحلقك. يعني لازم حضرتك تخرج الليله؟ ضروري جدا يا استاذ. انا عامل لحن جديد لكازينو تيك تاك بوم وهيعرض الليله لاول مره ولازم اكون موجود. انت مش هتبطل مزيكا؟ بطل مزيكا ازاي يا استاذ؟ دي حياتي، دي روحي، دي عقلي. ثم انا الالحان دي بعملها مجانا ارضاء لهوايتي. يعني لازم تخرج الليله؟ وليه لا؟ عروستك عندها المصلى اعور والفرح اتاجل وكل ده ملوش تاثير عنك. شيء طبيعي يا اخي. طب انا بنت اتجوز ياسمينه تنفيذا لرغبه بابا وبس. ايه بقى مش تنفيذا لرغبه قلبك؟ ايه قلبي؟ قلبي مع واحده ثانيه يا استاذ. مع نانا. نانا؟ نانا دي ايه؟ نانا، نانا الرقاصه المشهوره يا اخي. يكون نايم لغاية ما اصحى لوحدي لأني تعبان جدا. فريد يا سلام على الزمم الكويتش. كويتش بيك كانت فايدة. ليش بقى تبقى تعلق الورقة دي على الباب من بره؟ سعيدة يا كويتش. كلمة تجيبني وكلمة توديني، مرة يهنيني ومرة يبكيني، مرة ومرة. بتشوف عينيا انسى اللي جرالي، بيغلى عليا اكتر ما هو غالي. بتشوف عينيا انسى اللي جرالي، وبيغلى عليا اكتر ما هو غالي. يهجرني واحلي ما اكلم أكلمه تاني، ويجيني ما أعرف راح فين حلفاني. ليه بيلوعني ده علشان يعني؟ ليه بيلوعني ده علشان يعني؟ ما أنا كلمة تجيبني وكلمة توديني. Thank you.
الأيام يخصمني ونقول تنساه يجي يكلمني أرجع لهواه أيام يخصمني ونقول تنساه يجي يكلمني أرجع جميلة كلمة يقولها لي والكلمة جميلة نسيتني ليالي البعد طويلة ليه بيلواني بقى علشان ياني ليه بيلواني علشان ياني ما انا كلمة تجيبني وكلمة توديني مرة يهنيني مرة يبكيني مرة ومرة. طنبيلي هاته واحدة ست تتجوزه اهي المصايب كتير. لا يا شيخ هتضحك على عقلي هتلفني هتاكل بعقلي حلاوة. انا عايز اعرف ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ يعني عايزة الحقيقة تقلمني؟ يمكن ما تقولهاش. امال عايزة الاونطة تخدعني يعني؟ اي ما تقولهاش. خلاص اتفقنا السكوت من ذهب. سكوت من ذهب يعني ايه اللي بتسألني عليه؟ انا عايز اعرف ايه اللي عطاك لحد دلوقتي. حاضر هقولك. اصل كنت مورود في جوازة. جوازة مين؟ جوازتي انا. ايه جوازتك انت؟ اه طب استعد بقى لغايه ما اصحى لوحدي لاني تعبان جدا فريد علم. سيبك راجل صحي. طيب روح انت انا هضحيه بنفسي. هو بسلامته صحي. تعالى اقرا. هو فاهم نفسه ايه؟ في لوغاندا؟ لازم تعبان وزعلان من اللي حصل ليله امبارح. مش ده احسن نسيبه نايم؟ ازاي نسيبه نايم؟ الساعه بقت 11 وزياده، لازم يروح المستشفى يشوف عروسته. اه واجب برضه. انا هصحيه بنفسي. اقول لك احسن اصحيه بطريقه ما تزعجوش. ازاي؟ نتكلم سوا بصوت عالي يقوم يقلع ويصحى لوحده. هو حد تلفه غير ده العب فيه؟ وزعقي زعقي. اه
هو حد تلف وغير تلعب فيه؟ انت اللي بتدلعيه وتهشكيه. انت اللي مش قادر تحفظه وطالع لك انت. بالعكس ده طالع لك انت، ده ابنك انت. فصلت ابنك انت. وبعدين معاك ايه؟ الله، وبعدين معاك. بتاع اللبن عاوز حزام الشهر. لا لا. بتاع اللبن عاوز حزام الشهر. اداهله. لا اداهله وانت واقف هنا. خش يا بتاع اللبن. خش يا بتاع اللبن. سلام عليكم. لا لا. سلام عليكم. لا. عليكم السلام. عاوز كام؟ هم الجماعة طرش ولا ايه؟ لا شوية. عاوز كام؟ عاوزين 3 جنيه. بتوع ايه؟ بتوع اللبن. معاك 3 جنيه يا بعيدة؟ لا معاك 3 جنيه. عدوا معاك 3 جنيه يا بتاع اللبن. هو مين اللي يدفع لي التاني يا اخي؟ ما عندناش فكة النهاردة. ابقى موت بكرة. يا سلام عليكم. مع السلامة. الله يشفيكم. لبن لبن لسه ما صحيش برضه. ايه نعم ده لو كان قتيل على الفريده كله كان لازم يصحى. وبعدين استنى انا هبص في فين. بس بالذوق بالتناوي. طيب صبري يا صبري. ايه؟ مش موجود في الاوضه. ازاي مش موجود في الاوضه؟ انت لازم ما بصيتيش كويس يا شيخه. بهيجه يا بهيجه. ايه مالك؟ مش موجود في الاوضه. عشان تصدقني. ايوه ايوه عشان صدقك. السرير متساوي زي ما هو والبيجامه ما حدش لمسها. يبقى بقيت بره. يبقى بقيت بره. امال افرح وتهنى بابنك. هو انت لما تكوني راضيه عنه يبقى ابنك انت وما يعمل اي غلطه يبقى ابني انا. امال يا حبيبي واخد مني انا الحلاوه ومنك انت الشقاوه. حلاوه يا حلاوه. امال سايبه يا حبيبي كده يضحك طول الليل على كيفه كانه هو اللي ولي امرك. يا ستي بكره لما يتجوز يعرف الجواز تاديب وتهذيب واصلاح. تليفون يا فندم. استنى لازم هو. انا اللي هروح عشان ابهدله وهزقه. لا انا اللي هبهدله وهزقه وخليه ما يسمعش تعريفه واحد. الو ايه بتقول ايه؟ سكتك ايه؟ سعدي سعدي واقف ايدي يا راجل انت مش شايفها؟ يا شيخ اسكت. الو بتقول ايه؟ ايه؟ كان فين؟ في كباريه تكتك ايه؟ بوم الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 12. ساعتك فين؟ راحت مني. راحت فين؟ ما قالتليش راحت من ورايا. لازم كنت سكران. طيب فضلت حضرتك تسيني بشمبانيا وترقصني مامبو وطنجو بلدي لحد ما عدمتني العافيه. الساعه نانا نانا الرقاصه. فين بابا ماما؟ في التليفون. الحمد لله يعني ما شافونيش وانا جاي. اوعى تقول لهم انك شفتني. لكن فلوس. عايز فلوس؟ لا مش قصدي. انا عايز اقول لك ما تقوليش حاجه دلوقتي وسيبني لا يظبطوني. الناس وش الكباريهات صديق الرقصات. ومين؟ فريد ابن الاستاذ. وابن الاستاذه؟ لا ما يبقاش ابني انا، ابنك انت بس. مفيش ولد من طرف واحد، لازم يكون ابن الطرفين. هو بس عمل ايه زعلان؟ تعرف مين اللي كلم في التليفون؟ هو؟ لا 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 ده واحد جرسون في كباريه اسمه تيك تاك بوم. تمام كده. يقول كلمته الاستاذ فريد ان الساعه بتاعه اللي راح منه امبارح في الكباريه موجود دلوقتي في الامانات. ده دليل على انه كان سهران هناك لحد الصبح. ماشي. وحياتك كده. لمين الفطور ده؟ لفريد. فريد؟ ايوه حضرته صحي وضق لي جرس. يا اخي جاب جرس في نافوخك. هو مين اللي صحي يا راجل انت؟ لفريد. ارجع ارجع. شفته بقى؟ اهو طلع مظلوم ولسه صاحي دلوقتي. اتليه انت. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا بابي. اهلا وسهلا. صح النوم. ان شاء الله تكون نمت كويس ليله امبارح. على قوي يا مامي. يا سلام انا عمري ما نمت في حياتي نوم عميق زي ده. لا ما واضح جدا. ساعتك كام يا فوق؟ ساعة؟ اصلها جوه. فوق تحت تحت المخدة. عشان كده ما نسمعها وهي بتدق تيك تاك دم. لا تيك تاك بوم. مظلوم دخل الاوضه قبل ما تيجي. مش كنت تقول لي يا مؤذي؟ مالك يا استاذ؟ يا سلام عليك يا صبري. مش لسه يا دوبك صح من النوم ومدروخ؟ كفايه طريقه وتهكم يا ليل. انا فعلا كنت سهران بره طول الليل ولسه جاي دلوقتي. شيء جميل. جميل جمال. كنت سهران فين بقى حضرتك؟ سهران فين ازاي؟ في المستشفى. مستشفى؟ وبتعمل ايه في المستشفى؟ بعمل الواجب اللي عليا. فضلت سهران جنب العروسه هنينا طول الليل لحد ما شالوا لها المسرات، والمسكينه مش هتقدر تسيب المستشفى قبل اسبوع على الاقل. انا من رايي نروح المستشفى نطمن على العروسه. ايوه واجب برضه واجب. وبعدين يا لينا دي لسه غرقانه في البنج يا بابا. مسكينه يا عيني. ايه في ايه؟ عروسه الاستاذ فريد مالها؟ شرفت دلوقتي مع والدها ووالدتها. دول
شرفت هنا؟ ايوه يا فندم، وماشي على رجليها فما طلتش كويس، لكن افتكر كده. ما هتمشي على رجليها؟ قول لهم يتفضلوا. ازاي جا ماشي على رجليها وانت بتقول انها عملت عمليه ولسه غرقانه في البنك؟ بنج قصدي بينج بونج. كان بتلعب البينج بونج يا بابا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا بيك، ازيكم كده؟ خلي بالك هيكل. حاضر يا فندم. ازاي الحال؟ ازاي العروسه؟ بخير والحمد لله، احنا لسه جايين من المستشفى. حق طمنونا في المستشفى، قالوا لنا لا في مصران اعور ولا مصران اخلى ولا اي مصارين بالمره. الحمد لله. الف مبروك يا حبيبتي، دي نتيجه ساره جدا. نتيجه مزفته جدا. ازاي صحتك يا استاذ فريد؟ سلامته. لا بس كان سهران طول الليل عشان مشغول على عروسته. ايوه وحياتك يا اختي، وفضل طول الليل قلبه يدق تيك تاك بوم تيك تاك بوم. لا بأس عليه، قلبه لا بأس عليه. طبعا يا عريس الهنا، ده احنا جايين مخصوص نديك خبر على ميعاد الفرح. عالي، احنا بقى نكلم المأذون ونعمل الفرح من اول وجديد على طول. ده ما عايزاه فرح العمر كله. ده شيء جميل جميل جدا. فين الكلب ده؟ ده مش غريب، ده كلب العروسه. تعالوا نتفرج عليه، ده شكله حلو قوي كده. يلا بينا. يلا يا اختي، اختي عليهم وعلى قطعتهم، اختي عليهم وعلى كتاكيتهم، شفاعات لايقين ببعض. وانت يا زاهر ما نفسكش داخل تتفرج على الكلب؟ مش فاضي يا زاهر. حاضر 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 حاضر. تعرفي يا هانسة أهلنا سابونا لوحدنا ليه؟ تقريباً عارف. أهلنا بيفكروا إنه يمكن أنت وأنا ممكن نتفاهم معاك على الجواز، مش كده؟ تمام. لكن أهلنا بيفكروا بعقلية الجيل الماضي، الجيل القديم اللي كان يحكم على الولد والبنت إنهم يتجوزوا من غير حب. وعلشان كده أنا مش عايزاك. يعني أنا اللي عايزك؟ ما هي القلوب عند بعضها. أهلنا بيفكروا في مصلحتهم المادية وبس، وعايزيننا نكون إحنا ضحية أطماعهم. أنا ما أقبلش. وأنا كمان ما أقبلش. طب ده أنا في واحدة في حياتي لا يمكن أبيعها بأي ثمن. برافو برافو. اهو انت دلوقتي اثبتت ان عندك قلب. عندي قلب وعندي مبادئ كمان. انا كمان في واحد تاني في حياتي وعدته بالجواز ومستنياه لما يرجع من السفر، اصله بيدور على بترول. بترول؟ يبقى خلاص اتفقنا على المبدا، لازم كل واحد منا يفضل مخلص للي بيحبه. مظبوط. لكن قول لي هنعمل ايه في اهلنا اللي عايزين يورثوا؟ أنا عندي فكرة لمصلحتنا إحنا الاتنين. إيه هي؟ هقولها لك. نتجوز. نتجوز؟ نتجوز سوريا يا عبيطة لحد ما نستلم الميراث، وبعدين نعيش مع بعض شهر واتنين ونبقى نتطلق. ده كان كده أنا موافقة. أنت ألطف إنسان في الدنيا. وأنت أظرف إنسانة في الوجود. بس لازم نمثل إن إحنا بنحب بعض علشان أهلنا ما يفهموش. تمام، عندك حق. يلا بينا نعمل بروفة على الحب. يلا. ايوه انت بتحبي الغنى؟ اموت فيه يا حبيبتي. يا حبيبي يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي احبك. يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي احبك ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك. يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح. يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح. وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح. وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشغول بيكي. حبك حيرني انا زيك برضه، ربي يصبرني. ايوه انا فرضه. اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك.
حبك، اعذرني لاني بحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي واحبك، وعدو مكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك. مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنب ليلاتي، مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنب ليلاتي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي، حولنا في روحي يا قلبي وعنيا. لا يا روحي ده واجب عليا، ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، من ساعة قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وأحبك، وعدو مكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح أمال، أتريني بقيت فرحانة، عقبال كل لغزال يتهانوا زي هنانة، عقبال كل لغزال يتهانوا زي هنانة. شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوف جفني احمر ازاي من حبك، شوف وشي اصفر ازاي من حبك، شوفي جفني احمر ازاي من حبك. هتعيش يا روحي معايا، ده انت حياتي في دنيتي، كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي، يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، ما بنامش الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدو مكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك. البكان مبروك يا مريم، مبروك يا عريس، مبروك يا ربي. انا انت الفرحانه يا سيدي في الشعر، انا عملت لهم حاجه من المحبه وانا بايدي اللي هوضب لهم الفوز. شكرا 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 لا يا شيخ. طب ليه يا شيخ؟ تعال معايا. الو؟ اصل عندي شوية يا ستي، عندي شوية توعك، أنا تعبان جدا، وبالأمانة الدكتور واقف جنبي بيكشف عليا أهو. بزغرة؟ محدش بزغرة. يا ستي دول مش بزغرته، دول الجيران، أصل الجيران عندهم واحد ميت وبيصوتوا عليه. يا دودي! أكلت يومك يا زبعي! يا دودي! يا ليلي! إزاي الحال بقى؟ صدقت يا ستي انهم بيصوتوا؟ اجي؟ مستحيل، اجي ازاي؟ انا حرارتي مرتفعة جدا. ايه يا دكتور؟ الحال يا دكتور؟ دماغي، دماغي، راسي. يا سلام! يا ستي، اديني قدام بسرعة. ليه رايحة فين يا ستي؟ عندي فرحة، خليك هناك. يا ساتر يا رب يا ستي. الغشاش الخداع، طريق بيكلمك تليفون وانا سامعة غريب وناس بتغني وناس بترقص، لازم فرحه النهاردة يكتب عليا. ارفع عليه، خد التليفون وانا هاتي. تعالى يا هوب. افندم. قول لي فرح مين ده؟ فرح الاستاذ فريد. كده؟ طب خش قول له ان انا فرح. خلاص حضرتك يا فندم. قصد ايه؟ ما هي بترقص قدامك اهي. دي واحدة تانية. فاهم؟ ما تكونش انت اللي طلبتها؟ ابدا، ما تكونش انت وناسي. ابدا، انا ما طلبتش حد غير الموجود هنا. ايوه يا فندم. بصوا بصوا، هو حضرتك الرقاصه؟ ايوه، اللي اتفق معايا ده مين؟ الاستاذ فريد العريس. حاضر يا نينا، انا هروح اقول له.
يا ماما. مبروك يا عريس. ما قلتليش ليه يا خلبوص انك طلبت الست عشان ترقص في الفرح؟ اصل يا بابا اصل حبيت اعمل لكم مفاجاه. لطيفه قوي. قوي قوي. حضرتك يا بابا حوريها اوضه الليل. اتفضل انت قدام هنا. ايوه بس اديني فرصه افهمك. اديك فرصه ده انا هديك في سنانك هديك في السكين. قوم يا عم يلا عيان. ها عندي ميه ده انا هحولك ميه. طولي بالك شفت من الناس. تعالي انا هحولك الحقيقه دي. طب اتفضل قدام. انت هتخرج معايا دلوقتي ولا هخرج عليك الناس واعمل لك فضيحه هنا اهوت. ما هو مش كتير على همتك يا ستي. انا هحكي لك الحكايه من اولها لاخرها ورايح اعصابك. اتفضل اقعد. يعني ايه جواز سوري؟ يعني جواز على الطيب الطاهر، جواز على الورق بس، وبعدين استلم الميراث واسهدك واسهد حياتك بالفلوس اللي هقبضها. صحيح حبيبي؟ صحيح حبيبتي. والجواز ده هيستمر قد ايه؟ شهر واحد بس، لحد ما اوراق الوصيه تنتهي وبعدين اطلق وارجع لك محمل ب 100,000 جنيه. بكام؟ 100,000 جنيه. صحيح حبيبي؟ صحيح حبيبتي. ولاد عن اذنك بقى احسن عروسه مستنيه وكمان منعا للشك والظنون. عن اذنك. طب اسمع. تاني. اوعى ايدك تمسك ايد العروسه. مش هتمسك ايد العروسه. اوعى عقلك يوزك وتبوس العروسه. مش هيوز. اوعى اظبطك بتضحك العروسه. مش هضحك للعروسه خلاص. ايوه طيب عن اذنك. اعوذ بالله. وريني وريني يا عيني. يا باجي لك العريس بقى يا فريد. يا فندم يا بابا. تعالى تعالى خد بوس كويس عشان الصوره. صوره صوره دي يا بابا. صوره حفله الزفاف. جاهز يا استاذ؟ يا فندم. ايوه ارجوك يا بابا خلي الصوره دي عشان بكره. لا لا مش ممكن. انا لازم اشوف الصوره دي في كل الجرايد والمجلات. استعد. امسك ايدي هانم يا فندم. ما كده كويس يا حبيبي. لا لا عنده حق. تمسك ايدها كده. ايوه كده يا استاذ. اديني مسكت ايدها خلصني بقى. من فضلك بص للعروسه وابتسم. يعني لازم. ايوه يا اخي لازم ابتسم يا اخي ابتسم. حاضر يا سيدي اهو. حاضر حاضر اهو اهو. جاهز يا استاذ؟ قوي بس. بس ايه انت راهر مالك مالك كده؟ في ايه؟ بس العرسه معصبجه شويه. هو انا هساعدك يلا. انا طول عمري مصور ممتاز. خدوا بالكم. ايه انت رايح فين؟ هنا 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 الكاميرا هنا. لا مؤاخذه. ايوه يلا يلا انت واحد. ايوه اضحك. واحد اثنين ثلاثه. مش هتخجل كده ليه؟ وانت بترقص المامبو. طبعا فاكر فاكر.
بيتي. فاكر يا دكتور زاهد؟ فاكر. امال ازاي مش فاكر؟ فاكر قوي. وانا فاكر يوم حمام النادي الاهلي وانت بتجري ورايا عشان تزلزقني في رجلي، فاكر؟ طبعا فاكر قوي. انت مش فاكر يا دكتور زاهد؟ اذا كنت انت فاكر انا فاكر قوي. كسرت الهلم بتاعتك واحده على فريد قوي قوي قوي، اصلها صداقه قديمه قوي قوي قوي. وانا فاكر يوم ما رحنا الملاهي ودخلنا مع بعض الاوضه الضلمه اللي فيها العفاريت. ايوه فاكر فاكر، حتى بعمرت لما العفاريت خافوا منك وهربوا. انا الهلم باين عليها زعلت. انت عايزاها تسمع الكلام ده كله ولا تزعلش؟ ما اروح اصلح الجو. واحنا مستنيين ايه؟ يلا بينا. على فين؟ وراها. اصبحوا على خير. وانتم من اهل. اصبحوا على خير. وانتم من اهل. اصبحوا على خير. وانتم من اهل. هنا طبعا. ايه؟ مستحيل تنام هنا، شوف لك حته غير هنا. سلام، يعني اروح انام في عربيه العفش؟ ماليش دعوه، المهم ما تنامش هنا. ما نامش هنا ازاي؟ قلت مالك ومالي يا ستي، انا هنام في السرير الفوقاني. اما دي غريبه والله. لا فوق ولا تحت. كده بهدلت الدنيا. معلش حصل خير، لميهم من فضلك. ايه؟ انت بتقلع هدومك؟ لا اظن هنام ببدلتي. روح اقلع في الحته اللي هتنام فيها. انا هنام هنا يا فندم. مش هنام هنا، يلا اخرج خليني اقلع هدومي وانام. وانا عايشك. الحمد لله. ما اقدرش اقلع قدامك. السلام، لازم حضرتك نسيتي ان انا جوزي. صوريا بس يا استاذ، انت ناسي الاتفاق؟ صحيح. طيب يا ستي انا هفضل قاعد هنا في الحمام لحد ما تقلع هدومك وتنامي، خلصيني. ولا هتفضل هنا ولا حاجه، والله العظيم هغير الغنده هنا كلها. يا متعبه. ايه؟ ستي طردتني. عسكرة يا فندم. ايوه حالا فرولك عليها حالا. هيدور عليها وانا هرجع لك تاني. وبعدين في الحوسه دي بقى التذكره دي خليها معاك وانا هخش اجيب لك الفلوس وتقطع تذكرتك. لكن دي تذكره كلب زي بعض، عبال ما المفتش ياخد باله اكون انا جبت الفلوس. دي تذكرة كلب. تعالى هنا بلاش كلام تاني. اتفضل يا حضرة المفتش. لكن دي أجرة تذكرة ترسو زي بعضه. اديله الفرق يا فريد. ما قدرتش أتحصل على أكتر من كده. لو دخلت هناك تاني هتخرب بيتي. اتفضل التذكرة واطلع ترسو. أمري ليك. اتفضل على الترسو. الزينة الفلاحة
مشتاق وقتلني الشوق والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق وديني للزينة الفلاحة مشتاق وقتلني الشوق والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق من يوم ما رأيت الفلاحة تخطر في الغيط الفلاحة قلت انا حبيت الفلاحة وسافرت وجيت للفلاحة والشوق دوبني دوب يا مقابلي وابوي ليه لقيت والسكة الطويلة للي بجادة الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لو طنها شمال وجنوب نلقى بوجه مليح يا مليح هنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح سبق الريح الريح يا مقبل بين خضرة ومية متى نلقى بوجه مليح يا مليح هنوصل غدا ولا عشية روح بينا روح سبق الريح الريح روح تلقاها سرحة الفلاحة واقفة من امبارحة الفلاحة ترقبني بفرحة الفلاحة وتقول بالطرحة الفلاحة سلامات واللغة مكتوب يا مقبلي وابوي الليلة والسكة الطويلة صمرا وسمرها الفلاحة قمرة في ضرها الفلاحة والطرد عمرها الفلاحة ما تسيبش طرها الفلاحة خفة لها العفة يا ام العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر من الشرق يا سحر من الشرق افدي الشرق انا لا
ما تعيطيش يا ستي، انا هشتري لك واحد غيره. انا مش بعيط على البستان، انا بعيط لاني اتهزقت والناس ضحكت عليا. الله، وانا ذنبي ايه؟ ذنبك ايه ازاي؟ مش من صاحبك هي اللي قطعت لي البستان، انت لازم تطردها حالا. اطردها؟ اطردها ازاي؟ هو ده بيتي اطردها منه، وده اوتيل عمومي. اذا كنتش هتمشي انا اللي همشي. بلاش جنان يا ياسمينة. جنني لخبط كانك انت وهي. ايه؟ من فضلك كلميني بادب. انا هتكلم زي ما انا عايزه. اي واحد مطرحه تشوف مراته بتتهزق كان لازم يرد الاهانه ويروح لطش على ميت طخطخ. انا مش قليل الادب عشان طخطخ واحده ست. طبعا حضرتك خايف على احساسها، انت لازم بينك وبينها حاجه. انا؟ ايوه انت. هو ايه اللي بينه وبينها؟ علاقه غير شريفه، ده شيء واضح قوي يا استاذ، واضح من الذكريات الجميله اللي كانت بتقولها لك واحنا في القصر. فاكر يا مونشيري لما كنا بنستحمى في النادي الاهلي وكنت تجري ورايا وتزغزغني من رجليا؟ يا سم. ولا فاكر يا فرفور لما كنا بنرقص في الاوبرج ورحت بايت على رجلي كده؟ حرام عليك، دي ست متجوزه وعلى كل حد شيء ما يخصكيش. ما يخصنيش ازاي؟ ده انا مراتك. سوريا من فضلك، احنا متفقين على كده. ايوه، لكن واجب عليك تحافظ عليا كزوجه قدام الناس، والا انا كمان هعمل زي ما انا عايزه. نعم. طب ده انا كنت هكسر دماغي. تكسر دماغي؟ طب خد وريني كده. من اكل لحوم البشر. يا ابو قلب حاجه اشوف عمل ايه في الكلب؟ حبسه جوه الفريجدان. يا حبيبي يا لولو يا مسكين يا لولو، شوف الكلب بقى ازاي. اوه ده بقى عايش كليب زي لوح التلج. ليه تعمل كده يا فريد؟ لو طلقته ورقبته ما كنتش اتاخرت. حضرته عامل لي بطل وبيدافع عن الست، هي عضه وهو عضه لحد ما تريحه دمي. يكون في علمك لو الكلب ده جرى له حاجه انا هديك النيابه. ايه؟ ما تخافيش على الكلب، انا هعلمه. بس انت خليني اعرف اكلمه. مالك يا نور انت عصبي كده ليه؟ اتفقنا؟ اتفقنا، اتكلم يا سيدي. انت الرفض ده وصل دلوقتي لياسمين هاني. اتفضلي اقرا. معلش نقرا ساحضر باكر للاطمئنان عليك. مين؟ مامتك. يا ساتر يا رب. لازم تصطلحوا بقى. ايه؟ وعشان ايه؟ لان مامتك لما هتيجي وتلاقيكوا اعلنتوا الحرب على بعض وانتوا لسه في شهر العسل هيحصل لها صدمه نفسيه خطيره جدا. احسن. يلا ياسمين اعتذر الفريد. انت مجنون؟ مين اللي يعتذر بالتالي؟ اعتذر يا استاذ. انا؟ مرتين. ايه؟ ليه بقى؟ مره ليا ومره لولو. انا اعتذر للكلب؟ يا سيدي انا اعتذر له بالنيابه عنك. انا متاسف يا سيد لولو نيابه عن الاستاذ، مستنيكوا على الغدا. ولولو؟ ولولو يا سيدي. اسكتي، حصلت حته مزدحمه. احسن. حرام عليك يا شيخه، دول لسه في اول صفحه من الجواز. طب اتنيل انت، امال عايزني اسيبهم يحبوا بعض يبقى الجواز التمثيلي جواز حقيقي؟ اديني مكرونه مخصوص زي الهان. حاضر. المكرونه النهارده سعيده جدا قوي. مكرونه سباجيتي هايله قوي النهارده. لا يا سيدي انا معدتي تعبانه شويه النهارده. اديني واحد شوربه. وانا كمان شوربه. قوم الدهن. قوم ايه؟ فريد، قول له يختشم ما يقعدش مع مراته قدامي. والمكرونه؟ قوم قلب. تليفون عايزه يا استاذ. تليفون؟ تليفون هنا. عن اذنك. امال فين لولو؟ لولو راح يتفسح في الجنينه مع اصحابه. الشوربه. شوربه؟ انا طالب مكرونه. مبسوطة قوي حضرتك. قوي، تعيش وتاخد غيرها. اقعد. ما اقدرش اقعد، انا هتغدى مع مراتي. انت هتتغدى معايا انا. ارجوك ما تعمليش سوء تفاهم تاني بيني وبينها. انت هتقعد ولا لا؟ ايه ده يا اخي؟ مكرونة سباجيتي. انا ما طلبتش مكرونة، انا طلبت شوربة. حاضر. خلي دي يمكن تشاور عقل. كل. حاضر. روح ينام في التليفون، روح ندخل قوام. حاضر.
عن اذنك. لحظه واحده. واحده بس. اديني جيت اهو. الحمد لله على السلامه. المكرونه يا فندم. مكرونه يا اخي، هو بالزور. كل معايا. حاضر. ايه في ايه؟ ممكن اخد اجازه؟ ليه؟ عايز اكشف على عقلي. خدوني يا هادي، في واحد عاوز يقابل حضرتك بيقول انه مستعجل جدا. يبقى مين ده؟ روح قول له الست بتاكل جوزها. بتاكل مع جوزها، خليه يستنى في الصالون. قلت له كده يا فندم، قال لي روح اطرد جوزها. اما انسان واقع صحيح. مين هو ده؟ ها انا سا. انا ما قلتلوش اطرد جوزها، انا قلت له قول لجوزها يتهوى. يطلع مين ده؟ انا ما اعرفكم بعض. حضرته جوزي وحضرته خطيبي. بقى حضرتي بقى سمسم؟ ايوه هو. تشرفنا يا سمسم. استنى، انت لازم تقدمي لي حالا تفسير كافي للتلغراف ده اللي بعتهولي. عزيزي سمسم، تزوجت ابن عمي فريد وسأطلقه بعد شهر وأتزوجك. احضر سريعا، معناه ايه الكلام ده؟ معناه بعد شهر يا سمسم. معناه بعد شهر يا سمسم. اسكت انت. انت حقك تشكر فريد يا سمسم. انت حقك تشكر فريد يا سمسم. اشكرك؟ ده انا هفرتكك، هذبحك، هعصرك عصر. ايه هو ده يا سمسم؟ مش كتر خيره اللي هيسمح لك تتجوزني. ايوه، لكن مطلقه سكند هاند. لا وشرفك، دي ما زالت فيرست هاند. اسكت انت يا قاتلي يا ذابحي يا طاعني يا ظالمني. الله، انت بتعيا سمسم. ده اولا، وحصوت ثانيا، وحلطب ثالثا. وليه ده كله؟ عشان خدعتيني، قلت لي اني هكون اول واحد يتجوزك. واذ بي مع الاسف مع الالم اطلع الثاني. فهمني بقى على المعاهده اللي بيني وبينك. اسمع يا سمسم، افتح يا سمسم وحياتي عشان خاطر. خلاص يا ستي، المسألة اتحلت اهي. ايه سمسم؟ انت ايه خرفت؟ اسمعيني بس. قول بقول. طيب. بقى يا ستي سمسم زي بقى. قول بقول. لكن مطلقة وعذراء. كذب. بتقول ايه؟ بقول ده حلم. وعشان ايه؟ إذا كان ده صحيح، الراجل ده يبقى يا إما مجنون يا إما قديس، وأنا أفضل يكون مجنون. احسبها زي ما تحسبها. حاضر. انت مين؟ زاهر. امال اللي اسمه فريد ده فين؟ اروح انا دي. مالكش حق تربيها. ايه هي؟ دقنك. انت قبل ما تسافر ما كنتش مربيها. انا ربيتها هناك علشان بس. لكن شكلك بقى وحش كده. انا شكلي جميل كده ولا كده؟ ثم انا هناك ما عنديش وقت علشان اتقايف واتعايق، لاني كنت بدور على البترول، على الذهب الاسود. انا هبقى صاحب ملايين، لكن مع الالم مع الاسف. سعيده فلفل. انا اسمي سمسم. سمسم. وصلتوا فين؟ وصلنا للملايين يا فقير. ملايين؟ ايوه. وصل للفاكهه. يلا انت كمان كمل اكل. مش قادر انام. كمل. طيب. شيلوه خدوه. الأستاذ فريد صبري ساكن في نمرة كام؟ في نمرة واحد. احجز لي نمرة اثنين. نمرة اثنين مشغول. فاضيها، لأني أنا لازم أقيم في نمرة اثنين، لأني مع الأسف مع الألم أنا نمرة اثنين. تفضل كلم بقى صاحبة الولد. هي فين؟ تفضل. عبدو. أفندم. أنا سامي. عاشت اللي بيدلعوني بيسموني سمسم. هو أنت؟ أنا مستعد أدفع لي خلوف أختك نمرة اثنين. ليه؟ لأن قلبي موجود في نمرة واحد. مراتك الأستاذ فريد يعني. خطيبتي. خطيبتك؟ إزاي بتعتبرها خطيبتك وهي بتجوزك؟ ده مش صحيح، هما فهموني كده. يا خبت، أنت أعبط بني آدم شفته في حياتي. إزاي؟ بقى يخش عقلك إن واحدة ست متجوزة شاب زي فريد وجواز يكون مش صحيح. هما بيقولوا كده. حضرتك مغرب. مع الألم مع الأسف. إذا يعني. هو يعني. يا المصيبة يا المصيبة. روق دمك ما تزعلش. هعمل ايه؟ انا هدبر لك حاجة كويسة جدا. صحيح. حضرتك تشرف الليلة في عيد ميلادي وتسيب الباقي عليا. يا سلام، انت ملاك الرحمة، انت فابريكا الانسانية. ابوسك، عيد ميلاد سعيد. لا مش ده يفوقوا حالك. متشكرة قوي.
كنتش ده اللي اسمه الهوى اللي ملوش في الكون دوا ما يكونش ده اللي اسمه الهوى اللي ملوش في الكون دوا انا اللي بي قلب كهوى ما يكونش ده اللي اسمه الهوى اتقطف معرفش ليه متحيره معرفش ليه متحيره ايه يا ترى يا هل ترى مالي كده متغيره مالها كده متغيره قلب انخطف لوني اتقطف معرفش ليه متحيره معرفش ليه متحيره حاسه بهنا خاسه وانا حاسه بهنا خاسه وانا لسه في ايام المنى ورده بنداها صغيره ولا عمري ذقت القهوة ما يكونش ده اللي اسمه الهوى شايفة كل يكون فرح أنا خايفة اللي يكون سرح أنا خايفة اللي يكون سرح وسمعت ناس بتقول ده كاف داير وباب دنيا انفتح داير وباب دنيا انفتح أنا شايفة كل يكون فرح أنا خايفة اللي يكون سرح أنا خايفة اللي يكون سرح وسمعت ناس بتقول ده كاف داير وباب دنيا انفتح داير وباب دنيا انفتح أعمل حاجة برا الكتاب أعمل حاجة برا الكتاب الأهل ولسه مصاب لازم خلاص قلبي انجرح موكبي حب انطوى لازم ده كل اسمه الهوى قول يا باشا افندم انا تحت امرك اللي يسيب مراته تبصبص لواحد غيره يبقى ايه يبقى لوح يبقى حضرتك بقى انا لوح وترتور كمان ليه بقى ازاي تسيب مراتك تبصبص لجوزي مراتي مين ها نانا نانا انا لا متجوز نانا ولا ترتانا ولا علانا مش فريد مقدم لي نانا بتفوتها مراتك يعني لو كنت حضرتك مراتي تبقى نانا مراتي دلوقتي فهمت كويس اللي انت فهمتي انما انا مش فاهم حاجه ابدا مش ضروري تفهم المهم انا اسفه اللي قلت لك كلمتين جارحين اصل فريد جوزي ولازم اغير عليه تغيري عليه خلاص انا دلوقتي كمان فهمت فهمت ايه انت ابتديت تحب جوزي برافو اوعي تخلي بنت مفعوصه زي نانا تخطفه مني طب وهعمل ايه انا حاسمني خطه جهنميه غراميه يخلي فريد يطلع قلبه من بين ضلوعه ويسلمه لك في ايدي ازاي انت عارف مين كانوا بيجوا هنا؟ طبعا السواحين قصدي اللي كانوا بيجوا زمان قوي مش عرفني انا يا ستي وانا مخي دفتر قصدك مين؟ كليوباترا وانطونيو طب انا مالي؟ استنى بس انت شايف اللي مكتوب هنا في المعبد؟ طبعا كتابه فرعوني معناه ايه الكلام ده؟ وانا مش عرفني قالوا لك عليا متخرج من الانتخانه يا مدموزيل نفرتيتي كليوباترا كانت بتحب وهو زي اللوح مش فاهم حاجة أبدا راحت بعت له ثلاث عصافير ثلاث عصافير؟ ليه؟ أصل العصافير رمز الحب حب؟ إزاي؟ بالهيروغليفي أهو بص
لكن ده عصفور ومقطف. تمام، عصفور يعني بحب، ومقطف يعني مقطف، يعني بحبك يا مقطف، فهم؟ مش قوي. طب ولما بعتت له ثلاث عصافير دي يبقى معناها ايه بقى؟ معناها بحب، بحب، بحبك يا اخي. خلاص فهم. طيب وليه تبعت له عصافير وبلاوي زي دي؟ ما كانت تقول له فش مثلا كده. ما بيفهمش. لا ده يبقى مقطف ولوح صحيح. هو كده برضه. دي اختارت تعمل معاه ايه؟ تعال اقول فين كمان؟ فهمني، لو كنت انت مطرح مدموزيل كليوباترا كنت عملت ايه بشطارتك؟ اه اديك سالت الراجل اللي يفهم ويقدر يفتيكي. اسمعي يا ستي، قول مدموزيل كليوباترا وتروح واخد عمك انطونيو في مكان شاعري رومانتيكي زي هنا مثلا؟ مثلا. وتروح باصه في عينيه من جوه كده مثلا؟ كده اهو. يروح عمك انطونيو راكع على رجليه. ازاي بقى؟ كده اهو. وبعدين؟ وبعدين تروح كليوباترا مملسه على شعر انطونيو. هو حالا يفتح لها قلبه ويبتدي يقول لها قول. بس انا معرفش هيروغليفي. حاول يا اخي. طيب عصفور وعصفور. الله، لكن ايه الحنش اللي هناك ده؟ ها انا ده. الله يخرب بيتك. اهدى. انا يوليوس قيصر انصحك يا كليوباترا ان تتركي هذا الخائن وتاتي معي. اجي معك على فين؟ الى روما. ذهب يا يوليوس. إلى أين؟ إلى العباسية. عن إذنك. عن إذنك. وأيضا وحدي في هذا المعبد مع الألم مع الأسف. إيه عملت إيه؟ الخدمة كانت ماشية كويس لحد ما صب علينا اللي اتشك بقلبه قيصر. قيصر؟ قيصر ده مين؟ تم. ده هي تسمم عيشته، يعني باظت الخطة نمرة واحد. طبعا باظت. ولا يهمك، أنا موظف لك الخطة نمرة اثنين. ايه نمرة؟ بقى النهارده عيد ميلاد نانا، فريد جايب لها تورته محطوط فيها 23 شمعة. ايه؟ بقى نانا عندها 23 سنة بس؟ كان عندها 25 سنة. طب وهنعمل ايه؟ أنا ست متجوزة مع الألم مع الأسف. لأن أنا عيد ميلاد نانا. ها اللي جايب التورته دي؟ الأستاذ فريد. دلوقتي بقى روح شوف المفاجأة اللي أنا حضرتها لك بمناسبة عيد ميلادي. تحية يا حبيبي. تحية يا حبيبتي. هي مين اللي عندها 59 سنة يا أنطون؟ لازم حضرتك. هي دي المفاجأة اللي انت محضرها لي؟ طب قولها بقى. حضرتك اللي عملتي المقلب ده؟ ايوه. ودلوقتي تبقى خلصين زي ما هزقتني في حفلة الأزياء، أنا كمان هزقتها في حفلة عيد ميلادي. لكن ده فصل بارد وجه فيا أنا. وأنت مالك أنت؟ لأني أنا اللي جايب التورته. وأنت اللي جايبها. الله، أنت كل حاجة هتحاسبيني عليها ولا إيه؟ أيوه، ما دام مش قادر تحافظ على كرامتي يبقى لازم أنا اللي أحافظ على كرامتي، ومن هنا ورايح ما تكلمنيش أبداً. وكرامتي أنا ملهاش حساب عندك؟ ليه؟ وأنا هزقت كرامتك؟ طبعاً هزقت كرامتي. إزاي؟ حضرتك بتعرفيني على خطيبك سرزم قدام الجرسون كمان. وفيها إيه دي؟ فيها إزاي؟ ما عارف إن أنا جوزك، أنت عبيطة ولا إيه؟ الله،
انت بتشتمني؟ واضربك كمان. نعم؟ طب اتفضل اضربني كده. قلبكي شرح ليه؟ من خناق وسمع. الست وجوزها لما يتخانقوا مع بعض معناها بيحبوا بعض بيموتوا في بعض. ربنا يزيدكم خناقة، ربنا يزيدكم عتنانة كده اهو. بقى الضرب والخناقة ده دليل حب؟ طبعا يا ندم، انا ما عرفتش نفسي بحب جوزي الا لما كلت حته من دراعه. طيب عن اذنك بقى انا حامل شويه عواطف مع بنتك. تعالي. اسف اللي سببت في اذيتك. والله انا ما كان قصدي ازعلك ابدا. مين قال لك ان انا زعلانه؟ ها؟ انا مبسوطه خالص. مبسوطه؟ ماما بتقول ان ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، مش كده؟ مظبوط. تمام. ايه؟ ايه ده؟ زبيب. زبيب؟ طب انا هخلي ليلتك قرفك. اه جميل. ايه الحكايه؟ باكل زبيب مع الألم مع الأسف. تعيش تاكل غيرها يا بطل. أنا جاي أعزمكم على الفرح. فرح؟ أنت هتتجوز؟ لا مش أنا، فرح أخت زينة. أختك زينة؟ والله العظيم فكرة. عقبالك يا سلطان، يلا بينا على البر تاني. أنا بخاف من المراكب. يلا يلا كيف الدلع، يلا بينا. وأنا كمان. زبيب زبيب. شكلك مينا بتعامل سمسم معاملة بطالة قوي. ده اقل ما يجي. ليه بقى؟ هي مش بتحبه؟ ابدا يا استاذ، دي بتحب واحد عبيط مش حاسس بيها ابدا. يبقى مين العبيط ده؟ انت. انا؟ بتحبيني انا؟ بس يا شيخ بلاش انا فارق. صدقني بس. شيء غريب. حلالك بلالك هو اللي يسعد حالك.
تابعني يا جدع وسبق الوجع. طيب متشكر. ابين فين واضرب الفخ واشوفه. ابين فين. كلام الولية دي شغل بالي خالص. دي مدهشة، دي لازم مكشوف عنها الحجاب. Oh, my God.
فينا قوي. يا هل ترى يا هل ترى قلبي يلقى الفرح امتى وفين امتى وفين امتى الزمن يصفالي والتقي لحبيبي مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب امتى الزمن يصفالي والتقي لحبيب مخلص يريح بالي يكون وصاله قريب ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي ويملى قلبي الخالي اكيد معه عزالي والدنيا تضحك لينا زينة والله زينة زينة والله زينة يعني ايه؟ يعني الشهر اللي اتفقت معايا هتقضيه مع مراتك اخره بكره ونتمتع بالميراث مش كده؟ الميراث لكن لكن ايه؟ نسيت اقول لك اصل حكايه الميراث دي هتتاخر شويه. ايه يوم اثنين ثلاثه؟ لا اكتر من كده قوي يمكن سنه اثنين لانه في مشاكل وقضايا وحجوزات وحاجات مني. ايه الكلام اللي يخوف ده؟ انت لازم تتخرج. ابدا وحياتي. ابدا وحياتي؟ طبعا اذنك بقى ما عطلكش. صدقت بتاعة الودع لما قالت سيبك من اللي بيغشك ويحبك لقرشك. ياسمينة 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 تعالي يا حبيبتي مبروك يا اختي مبروك يا حبيبتي ابوكي بعت التلغراف ده عشان ايه؟ ده جاي بكره ومعاه الاوراق عشان تستلمي بيهم الميراث. خير ان شاء الله. ها؟ غريب امك فرحانه وانت مبوزه ليه؟ خلاص يا زهر فريد هيطلقني. ازاي هو قال لك؟ لا لكن اجراءات الميراث انتهت خلاص هنورث 100,000 جنيه. الله 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 طب ودي حاجه تخلي الواحد يعيط؟ طبعا ما دام هنستلم الميراث يبقى فريد هيطلقني. وانت مش عايزه تطلقي؟ وانا خايف على نظرك. بلاش القهوه هات الجواب. اجيب الجواب ما اجيبوش ليه؟
هجيبه حالا. بس هجيبه منين؟ فين الجواب؟ يعني مش لاقيه، مش عارف رميته فين. بلاش، ملوش لزوم. يعني موافقه نفضل متجوزين كده شهرين ثلاثه؟ طبعا موافقه، عشان 100,000 جنيه الواحده لازم تستحمل كل حاجه. اعوذ بالله، فلوس فلوس، الستات ما تفكرش الا في الفلوس. امال هتفكر في ايه يا زوجي العزيز؟ ممكن تفكري في حاجه احسن من كده شويه. فكري مثلا في الحب، قصدي اقول يعني في الحياه، غرضي اقول يعني في الحب، عايز اقول يعني بالظهر على خير. صاحب الاوتيل بيرجوك انك تغني في حفله بكره، ممكن ولا هنسافر قبل الليل؟ ممكن قوي، احنا لسه هنقعد قد شهرين ثلاثه كمان. انت ما وصلكش تلغراف انت اخر؟ تلغراف ايه؟ ياسمينة وصلت تلغراف بيقول ان موضوعكم انتهى وممكن تسافروا الليله علشان تقبضوا الميعاد. ياسمينة وصلها تلغراف بالشكل ده؟ مين؟ امال ردي تقعد معايا ليه؟ انت لازم عبيط. عبيط؟ يعني قصدك انها بتحبني؟ زي ما انت بتحبها، بس مستنيه حضرتك تنطع الاول. انا انطع الاول؟ طيب طول بالك بقى، ان ما كنت اخليها تيجي لحد عندي وهي بتتنطط على ركبها. لا انا ما اسمحلكش تتكلم بكده. ما اسمحليش يعني ايه؟ يعني ما اسمحلكش. يا نعم انا خلاص زهقت ولازم اشوف طريق. ايه في ايه؟ طريق. زهقت منه خلاص؟ لا لسه بتحبيه؟ اه. طب ما هو كمان بيحبك، قولي له بقى وخلصينا. انا اقول له؟ طب يا سيدي اطمني، فريد هيكون في جيبك قبل الحفله. مش تتكلموا تقولوا حاجه؟ ازيك؟ اسمعي مدام، تشتركي في بيها زفود للحفله؟ مفيش مانع. انا عايزه كلمه على الانفراد. اتفضل. املاي الويسكي. سيادتك بقيت شارب 10 ويسكي سجن من الشغل. انا عاوز انسى اسم اللي بحبها. انت عليك بس تملالي ويسكي وتسالني عن اسمها. لو شفتني نسيته ما تملاليش. حاضر يا فندم. اتفضل. اسمها ايه؟ ياسمينة. خير ان شاء الله. هو من جهه نظري انا خير ليا وليك وللجميع. ازاي بقى؟ انا شايف ان حياتك دلوقتي مع ياسمينة كلها مشاحنات ومصادمات، فقلت في نفسي اريحك منها. تريحني من مين؟ من ياسمين. ايه؟ ازاي بقى؟ اتجوزها. انت كمان عايز تتجوزها؟ ليه لا يا اخي؟ جميلة ورشيقة، أنا كل ما أشوفها قلبي يعمل تيكي تم تيكي تم تيكي تم تيكي تم تيكي تم. شوف. ايه ده؟ خاتم الخطوبة، إيه رأيك فيه؟ أنت صاحب أنت؟ أنا عمري ما شفت إنسان سافل وقح وقليل الأدب زيك. امشي من قدامي، بقول لك امشي، هخنقك، امشي. ماما انت بتنامي؟ ايوه يا بنتي، من تعب الصهر. ابوكي قال لي انه هيفوت عليا، مش عارفه اتاخر ليه. دلوقتي يجي بالسلامه، قومي انت تريحي وانا هحضرك. ايوه ليك حق. ودي؟ ودي عليا ب 20، عليا ب 50، عليا ب 70. مش كفايه بقى؟ فاضل لسه 10 ورات، لازم ابيعهم كلهم. عليا ب 80، عليا ب 100، خلصوني. اتفضلي من فضلكم. عايزك في كلمه ضروري. ياسمينة، انت طبعا سمعتي عن الناس اللي بتحب كده خبط لزق يعني من اول نظره، وانا وانت تحب خبط ضرب مش كده؟ ارجوك اسمعيني للاخر. افندم اتفضل. انا خلاص مش قادر. ايه عيان؟ ايوه عيان بحبك يا ياسمينة. فيك
في حبوب عشان تشفيه، خد. أرجوك تفهميني كويس، أنا خلاص نويت أرجع في كلامي وهخلي مسألة جوازنا دي بحق وحقيقي. يا أخي ده بعدك، أول ما نرجع مصر هتطلقني على طول. إيه؟ أطلقك؟ سمسم؟ لا، نانا. نانا، نانا خلاص ما بقى لهاش أي وجود في الحياة. مش مصدقك. أحلف لك بيه عشان تصدقيني. مهما تحلف مش هصدقك. طب وحياة حبك؟ كذاب كذاب. ياسمينة. وازاي احبك ولا اقولش ده منايا في الدنيا لو تعرف مقدار حبي. احلف لك ما تصدقش يا شاغلني ولا تعرفش. احلف لك ما تصدقش يا شاغلني ولا تعرفش. وان قلت اسكت ما اقدرش وازاي احبك ولا اقولش ودرت حبي وبكيت في الوحدة من أشجاني. والليلة فض بالشوق والنوح ما قدرتش على كتماني. حبيت ودرت حبي وبكيت في الوحدة من أشجاني. والليلة فض بالشوق والنوح ما قدرتش على كتماني. راح أغني طول الليل واشرح لك نار الميل. دلل من بعدك ويل وفؤادي دمعه يسيل. راح اغني طول الليل واشرح لك نار الميل. دلل من بعدك ويل وفؤادي دمعه يسيل. يبكي معايا كتير عاللي جرالي. سامحني لو شاكت حالي. ماليش في الدنيا غير حبك ولا غيرك على بالي. صبرت كتير عاللي جرالي. سامحني لو شاكت حالي. ماليش في الدنيا غير حبك ولا غيرك على بالي. يمكن تنصف يمكن تعطف عاللي بيحلف دايما بهواك. يمكن
يمكن تنسي يمكن تعطفي على اللي بيحلف دايما بهواك وحياته روح فداك احلف لك ما تنساش يا شاغلني ولا تعرفش احلف لك ما تنساش يا شاغلني ولا تعرفش وان قلت اسكت ما اقدرش وانت يحبك ولا اقولش ده منايا في الدنيا لو تعرف مقدار حبي احلف لك ما تصدقش يا شاغلني ولا تعرفش احلف لك ما تصدقش يا شاغلني ولا تعرفش وان قلت اسكت ما اقدرش او ازاي احبك ولا اقولش ده منايا في الدنيا لو تعرف مقدار حبي يعني ما بترديش فهمت انت ما بتحبينيش بتحبي واحد تاني ايوه بحب حبيبي انت حبيبي جنب لك الخطوة يا اللي هتخلي خطوبتك تجيلك هوا ايه لحيري الروح اصل ست مننا ما تحبش الراجل الشجاع اللي بتشوفه في السينما بيخطف حبيبته على الحصان وبيطير بيها بس انا ما عنديش حصان مش ضروري حصان كفايه انت ياسمين طلعت اوضتها اطلع لها وراها فاجئها بوجودك هتلاقيها نهارت قدامك وراكها تحت رجليك وبتقول لك احبك يا سامر بارمن اسمها ايه؟ بنفسجة بس اطلع اه يا موسيقى مفصل كبرت يا بنتي مش قادرة على التعب بقى يخليكي ليا ولا يحرمنيش منك ابدا هنام زي القتيلة اللي نام تصبح على خير وصلت يا شنبي انت هتنام بهدومك تقدر تقولي مراتك فين يا استاذ؟ فوق في اوضتها تعرف ليه؟ ليه؟ عشان موعدة خطيبها تمشي فوق في اوضتها والقفطان بلاش كلام فارغ اطلع شوف بنفسك Ah!
التليفون. مين؟ يا هانم أنا ما كانش قصدي حضرتك أبدا، أنا كان قصدي ياسمينة. ياسمينة يا أجل الأدب أخرى عليك. ابعدي أنت وحدك، مش عاوز أظهر قوتي. بقول لك أنا هرد هناك هطلع مخك فين. يا ماما في الحيوان ده، يعني لازم كنت تضربيه بالبس من غيظي عشان أفش غل فيه. فكري معايا. أنا أنا هنا يا مخي. يا بنتي ماله تقيس كده ليه؟ يلا بعتها، يلا ندخله تحت الكشك عشان يفوق. ده يا ياسمينة. حاضر. اعملي نفسك بتاخدي دش اوي. هو فين؟ راح فين؟ مين؟ الانسان العفش اللي اسمه سمسم. ما شفناهوش، ما جاش هنا. ايه التفتيش ده كله؟ انت بتشك فيا. انا اسف، اصل الغيره سيطرت على قلبي. سامحيني يا ياسمين. تعالي لي يا ياسمينة يا حبيبتي. يا عيني يا عيني. حضرتك ملبسة البرنس بتاعك؟ أنا بريئة يا فريد. هو أكبر دليل على براءتك أهي. يا خاينة، ده آخر يوم في حياتنا الزوجية. فريد فريد. أنا هنا. أنا بريئة. أي كده وش تصوري المغفلة تتجوز حتة ولدها الفوت وتسيبني أنا المليونير. يا عيني. أنت مليونير؟ حكوم، أنا عندي أرض مليانة بترول. وطلعت بترول؟ هيطلع بعد شهر بالكتير، هتغد ذهب وأتعشى ألماس. بترول ألماس. بترول. Thank you.
يلا يا نور يلا يلا يا نور.